هل الإسلام يمنع منعًا باتًا من الكذب، من السب، من الخداع؟ البعض باستعجال يقول نعم، الإسلام يمنع منعًا باتًا من السب، منعًا باتًا من الكذب، منعًا باتًا من خداع الناس. كلا، ليس هكذا، هذا غير صحيح. الإسلام لا يمنع منعًا مطلقًا من السب ولا من الكذب ولا من الخداع. شخص صدوق صادق في أقواله، نعم هنا يمنعك أن تكذب عليه. أما من يكذب على الله عز وجل، من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، الإسلام يمنعك أن تكذب عليه أبدا، اكذب بارتياح، لا قيمة له. الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى له قيمة هذا أصلا؟ لا قيمة له، اكذب عليه، اتهمه بأي تهمة، هذا يتهم الله سبحانه وتعالى، أنت لا تتهمه، ما هي قيمته؟ الذي يتكلم بمنطق لا تسبه، ليس من حقك أن تسبه. أما الذي يكون سبابا للناس، سبه، اشتمه بكل الشتائم، لا قيمة له. الإنسان ممنوع عليك أن تخدعه، الإنسان. أما الذي تخلى من إنسانيته أيضا ممنوع عليك أن تخدعه. الذي بدل أن يتكلم يشهر السيف بوجهك، هذا أيضا ممنوع أن تخدعه أبدا. الخداع في الحرب مشروع، يعني ماذا؟ يعني الشخص بدل أن يستعمل المنطق، بدل أن يكون إنسانا يخرج من إنسانيته، يحمل السيف بوجه من يخالفه، هذا إنسان أصلا؟ حتى نسأل أنه خداع الإنسان جائز أم لا؟ أصلا هذا ليس إنسانا، صورة إنسان، واقع غير إنساني. اخدعه. ولذا الخداع في الحرب مشروع. حرب يعني ماذا؟ يعني جاء ليقتلك، يعني يريد أن يسفك دمك، يريد أن يتعرض لعرضك، يريد أن يسلب دينك، لا تخدعه، لا اخدعه، لا قيمة لهذا الشخص. روعة الإسلام هنا، روعة القرآن هنا. القرآن كتاب منزل من قبل الله سبحانه وتعالى، كتاب في مجال الأخلاق، قمة في الأخلاق، ولكن يذوب في الأخلاقيات أبدا. الأخلاقيات لها مجالها، في نفس الوقت الشدة لها مجالها. يتكلم عن الأخلاقيات بلغة، بمعاني أخلاقية ما لا تجدها في أي كتاب سماوي. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظروا المرونة، أنا أو أنت، أحدنا على هداية أحدنا على ضلال، أي منطق لطيف هذا. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
فبما رحمة من الله لنت لهم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أي منطق لطيف هذا؟ أي منطق رقيق هذا؟ ولكن كل القرآن هكذا؟ أبدا.